وسوسس وصراصير و... تاني أكلة زي ما انتم شايفين لحم خنزير عليها ضغط جامد. أهلا بكم في أغرب سوق في العالم في دولة الصين. طبعا ما شاء الله الكتل هي وكهلة هي والكلب بتاعها. ايه رأيك؟ عرب وانجليزي على كبر ما شاء الله. How much؟ دي أكلة أنا مش عارفها إيه، بس أنا سألته على سعرها تبارك الرحمن قال لك 15 يعني هي بخمسة إيوان صيني، عمره 95 إيوان صيني. الدولار عامل إلا بس شوف ما يعملها الدولار عامل 7 إيوان، يعني دي نص دينار وما يعادل بالجنيه المصري كده. دي حاجة مش قادر أقيتها، بس ما شاء الله الأكلة اللي أنا شايفه فيهم الأكلة جميلة، هم والكلاب والأمور طيبة، يعني ما يعادل دي ماسكة إيه؟ أيوه ما يعادل، والله ما قادر أتكلم من الريحة. ما يعادل 10 جنيه مصري. بس في سوق صعب جوه القهوة، بص ركز معايا كده. عقارب وتماسيح. خليك معاي ده تخش جوه قطط والدنيا حلوة. ايوه استنى عشان انت ليك في الحاجات اللي تفتح النفس دي. تاني أكلة زي ما انتم شايفين لحم الخنزير عليها ضغط جامد، البركود ده بتبص عليه بتقرا اللحم الاكل منا بتحاسب بالمره. الاكله دي هي عليها ضغط شديد، لحمه الخنزير وهي اغلى اغلى الاكلات، حاجه كده زي ما تقول ايه اكله فخمه. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. كان عادل 6 دولار غالي، يعني يعمل 50 يوان تصميم والابداع كله في 50 والامور طيبة. كنافس وصراصير تينجو شو شو مين ده صرصار؟ هاكل ايه؟ ده عندنا بيضربوه بالشبشب. حيوان في المنطقة اللي كان فيها كورونا، دي فران مقلوبة والأمور طيبة. أكلات يعني غريبة بكل المقاييس، وعليها ضغط وعليها فن شديد في الشارع تبارك الرحمن.